ايه ده؟ ايه ده؟ انت دخلت في بيتها نايمة؟ ايوه يا بابا، مش هي دلوقتي دخل الحاجة؟ عفاريت دي ولا ايه؟ انا خايف. خايف؟ خايف ايه؟ انا عايزة تطلع راجل زي ابوك كده. هو راح فين اللي كان عامل فيها السبع رجالة؟ اطلع يا بابا، دي ماما. ما انا كنت عارف اصلا ان هي امك، بس انا كنت بخضك. بس لا لا، ما تقلقش، انا جامد زي ابويا. انتوا ايه اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ وبتعملوا ايه هنا؟ عرفنا مين اللي كان بياخد الحاجه. بجد والله؟ مين؟ بنتك تمارا. تمارا؟ ما نايمة زي الملايكة. ايه؟ بابا الحق يا بابا، تمارا بقى خايدة البراطيل وماشية هناك اهي. بجد؟ هي فين؟ اه والله تعالى، انا لسه شايفها دلوقتي. هو في ايه؟ مع البنت نايمة اهي. الله يخرب بيتك، وبعدين في الليلة اللي مش فايتة دي، انا شفتها بعيني، شفتها بعيني وهي كانت ماشية في الصالة. طب ازاي هي ماشية وازاي كانت نايمة على السرير؟ لا لا بصراحة، البنت عمالة تحصل فيه حاجات غريبة، أنا مش هينفع أقعد في البيت ده، حتى مش هيجيلي نوم. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا ابن الجزمة. ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ افتكرت العفريت يا ماما. عفريت ايه يالا؟ انت اتهبلت انت وابوك ولا ايه؟ والله يا ماما في حد فتح الباب ورزعه تاني. برضو يا ابني مفيش حاجة اسمها عفريت. قول يالا، قول يالا اتوضى صلي الفجر. كل ده بيحصل لك، انت مش بتصلي. قول يالا اتوضى صلي الفجر، قول بلاش كلام فاضي. Yeah.